أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد أسبوعيا من القاهرة. اجتماعات تسبقها اجتماعات وستليها اجتماعات، والمحصلة معروفة: تلال من الأوراق والقرارات تكاد أرففها تصرخ من عدم تجاوزها للحبر الذي كتبت به. نظرة تشاؤمية ربما، نظرة واقعية لحال وصلنا إليه بالتدريج ربما أيضا. ماذا تخبئ لنا الأيام القادمة ونحن على أعتاب قمتنا عربية؟ قبل أن نبدأ نشاهد هذا التقرير الذي أعده فريق البرنامج عن أحدث تلك الاجتماعات. السمو والمعالي والسعادة. يوم فلسطيني بامتياز في بيت العرب الجامعة العربية، حيث شهدت الجامعة العربية على مدار الأيام الماضية عدة اجتماعات من أجل توحيد الجهود والرؤى لدعم الخطة الفلسطينية للسلام والتي طرحها السيد الرئيس محمود عباس، وضرورة حشد التأييد والدعم الدولي لها، حيث عقد وزراء الخارجية العرب اجتماع دورتهم 49 بعد المئة تحضيرا لقمة الرياض. تشغل القضية الفلسطينية مكان الصدارة على الأجندة السياسية لهذا المجلس لسنوات وعقود، والذي اجتمعت كلمته أي المجلس على التصدي للتبعات السلبية للقرار الأمريكي الخطير وغير القانوني بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالمدينة المحتلة كعاصمة لإسرائيل. وزير الخارجية رياض الملكي في كلمته في الجلسة المغلقة أوضح أن الرئيس عباس طرح خطة جريئة في مجلس الأمن، تلك الخطة تبناها الوزراء العرب وبالفعل أعلن تأييدهم لها، كما تم رفعها لقمة الرياض لاعتمادها. اعتماد مبادرة السلام الفلسطينية كمبادرة سلام عربية، والعمل على ترويج تلك المبادرة، وانطلاقا منها العمل من أجل منع أي دولة أخرى أن تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بهذا الموضوع. رفض وتنديد عربي منذ اللحظة الأولى لإعلان ترامب لقراره المشؤوم، رفض قابله ترامب باستهانة ليؤكد استعداده لحضور مراسم نقل السفارة في ذكرى النكبة، لتكون نكبة جديدة ليس على الفلسطينيين ولكن على المجتمع الدولي أيضا، الذي يشارك بصمته في جريمة لرئيس لدولة تحتضن تمثالا للحرية. لماذا أقدم ولماذا تجرأ علينا؟ أسئلة لا تحتاج لإجابة أكثر مما تطرق غصة عميقة في قلب الوطن. فشلنا في اعتماد قراراتنا التي اتخذت على مدار سنوات طويلة في مواجهة مثل هذه الخطوات، وخاصة قرار القمة عمان في عام 1980، هو الذي شجع الولايات المتحدة الأمريكية للتمادي في مثل هذه الخطوات. قمة الرياض على الأعتاب وستتوالى الاجتماعات، وسيؤكد فيها العرب من جديد أن القضية المركزية هي فلسطين، فإذا دققنا وفتحنا أيادينا لم نجد شيئا لأنها كلمات. عدنا من جديد ومعي ومعكم سعادة السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية سابقا. سعادة السفير أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ رهيب. ومعنا أيضا الأستاذ عاطف مغوري نائب رئيس حزب التجمع. أستاذ عاطف أهلا بحضرتك. أهلا بك. دعنا نبدأ معك سعادة السفير، لماذا هذه النظرة لما تخرج عنه القرارات العربية؟ أولا دعيني أبارك لك وللفلسطينيين وللشعوب العربية كلها البرنامج، وإن شاء الله يكون فاتحة خير علينا جميعا إن شاء الله، ويكون أداة من أدوات التثقيف والاستنارة يعني في حياتنا. وأشكر صحبتك للأستاذ عاطف مغاوري في هذه الظهيرة الواعدة بإذن الله إن شاء الله. سؤال حضرتك عن همومنا العربية في إطار جامعة الدول العربية. منظومة العمل العربي المشترك تتميز منذ إنشاء الجامعة العربية بكثير من الفوارق ما بين القول والفعل، ما بين النوايا المعلنة والنوايا المستترة، ويهمنا في كثير من الأحوال الشكل الخارجي للعمل ولا يهمنا النتائج الموضوعية والنتائج العملية له. كثير من القرارات يعني في شأن القضية الفلسطينية نفسها
اسمحي لي أقول لحضرتك رقم صادم جمعته بعد انتهاء عملي في الجامعة العربية في الخارجية المصرية كمندوب لجامعة الدول لمصر في جامعة الدول العربية، تقريبا 1800 وشوية وأرقام أحادية، قرار ومقرر وإعلان صدر بشأن التطورات الفلسطينية، تطورات القضية الفلسطينية كلها داعمة للشعب الفلسطيني، كلها مؤصلة للحقوق الفلسطينية، كلها مقررة أشياء جديدة للشعب الفلسطيني ومصالح للفلسطينيين وللعرب مع الفلسطينيين، ولكن قليلا منها ما تم تنفيذه إلا ما جاء تحت صنف تأسيس مؤسسات وإنشاء آليات وتشكيل مجالس، عندئذ تكون القرارات فاعلة ومحققة ويتم تنفيذها. أما التوجيه نحو سياسات جديدة أو إقرار خطة معينة فلا يكون في العادة لها من نصيب في النجاح غير القليل. أنا مش متشائم بطبعي، ولكن في هذا النوع من الثقافة السائدة شعبيا وأحيانا بين الحكومات بجد ان انا مضطر لازم لاقرار هذه الواقع حتى نستفز الناس ونشوف كيفيه الخروج من هذا المأزق الثقافي والاجتماعي اللي بيمس حياتنا عموما، مش بس بشان القضيه الفلسطينيه، بشان كل قراراتنا في حياتنا العامه في كل اقطارنا العربيه. اظن ان ده لا يعني ان هناك بؤر للامل، هناك فرص لتحسين الأداء تظهر في بعض الأفراد وتظهر في بعض العهود وتظهر في بعض المؤسسات نعتز بها تماما. يعني يبقى الأمل ما بقينا على قيد الحياة. سعادة السفير، طيب أستاذ عاطف، ربما تحدث وهذا المعتاد سعادة السفير بلغة دبلوماسية عن قرارات الجامعة العربية، كيف يمكن لنا أن نصحح هذا المفهوم عندما نتحدث عن اجتماع عربي فلا يعير الكثير من أبناء الشعب العربي الكثير من الاهتمام لتلك القرارات، لأنه يعلم أنها حبر على ورق؟ ويعني سعادة السفير كان يتحدث أيضا عن قرارات، أنا كنت أرى معظم قرارات الجامعة العربية تخرج في إطار الإدانة والشجب. وطبعا شكرا جزيلا على الاستضافة، ونبارك ونهنئ ونشد على أيديكم يعني في بداية شكرا. مكتب القاهرة للتلفزيون فلسطين، دولة فلسطين، وهذا له معنى حتى يعني لأن الحديث عن الدولة وما يدور حولها وده اللي هنتناوله، ما هي الواجبات المفروضة على القمة العربية القادمة فيما يعني خلال الأيام، وما تفضل به طبعا سعادة السفير، يعني أنا متابع له في كل مداخلاته، بالمناسبة يعني هنا يقر حقائق وليس فكرة الدبلوماسية، ولذلك يعني أنا فخور وسعيد أن أنا أكون بمعيته في هذا اللقاء. بالمناسبة النظام العربي الرسمي اللي هو الجامعة الدول العربية، لما نيجي نحسب بشكل سريع هو سنة 45، يعني قبل النكبة بثلاث سنوات، يعني كان في عز عنفوانها قرار التقسيم 181 صدر في عام 47، والجامعة بقى لها سنتين. 48 والاستعداد وهيئة الدفاع عن فلسطين والجيوش العربية وكل الأمور دي كلها في ظل وجود الجامعة فيما نحن بصدده وهو القمة القادمة. آلية القمة في جامعة الدول العربية تقريبا بدأت من 64 في مواجهة فعل يتم وهو تحويل مجرى نهر الأرض، تمام؟ يعني في مواجهة حدث، وبدأت الآلية تنتظم بكل ما لنا من ملاحظات عليها، لكن نحن يعني نحترم ونقدر انتظام، لأن غيابها مع ضعف النظام العربي الرسمي هيخلق عندي مشكلة لكن القرار في القمة في القمة العربية أو في الجامعة سواء مجلس الوزاري أو القمة الرؤساء والملوك العرب هو محصلة مواقف الدول العربية. يعني أحيانا الناس تنتقد جامعة الدول العربية وأمين عام جامعة الدول العربية في قراراته ومواقفه، لكن هو في حقيقة الأمر هو لا يمكن أن يتجاوز محصلة المواقف الأعضاء اللي يتخذ. بس أنا آسف أن أنا أقول حاجة، كثير من إخواننا الصحفيين الذين يتابعون ويشاركون على في المسألة الإعلامية لانعقاد القمة العربية التي تتناوب في كثير من الدول العربية، بالمناسبة
البيان الختامي بيجيبوا بيان السنة اللي فاتت ويجهزوه. مش بس في القمة العربية، حتى في اجتماعات وزراء الخارجية ولديهم الحق. يعني كان هذا يعني أحد أسئلتي حتى للأمين العام للجامعة العربية، قلت له إنني إذا يعني أتيت بقرارات وزراء الخارجية العرب في العام الماضي أو العام الذي قبله حتى فيما يخص القضية الفلسطينية لم أجد فرق. طيب، من مبادرات القمة العربية بخصوص وأبرزها بخصوص القضية الفلسطينية قمة فاس وقمة بيروت في 2002، الاثنين لو جينا من حيث الأحداث جاءوا الاثنين بعد حدثين. الحدث الأول الخروج من بيروت، قمة فاس طلعت مبادرة، مبادرة فاس، أيضا مبادرة العربية التي معمول بها الآن والتي يسعى البعض لتحويلها من الياء إلى الألف، يعني السلام وبعدين نيجي نتكلم على الأرض، اللي هو المبادرة العربية فكرتها في بيروت في 2002 الأرض مقابل السلام، الألف بتاعتها هي تيجي الأرض أولا ثم يأتي. ومع ذلك نجد أنها هذه المبادرة طرحت بعد الاجتياح الإسرائيلي للضفة وحصار أبو عمار في المقاطعة، ولذلك فكرة المبادرة حينما تطرح لحظة ضعف فهي تبقى أضعف ما يمكن، لكن يجب أن تكون المبادرات هي لحظات تعبير عن قوة وليس تعبير عن ضعف. الاثنين لهم مؤشر ومعبر عن حالة احنا بنعيشها للأسف. نعم سعادة السفير، يعني هل تتفق مع هذا الرأي؟ يعني دائما من يتمسك بالسلام يتمسك بالقوة، يعني السلام لا يعني الاستسلام والسلام لا يعني الضعف، وتمسك العرب بمبادرة السلام على الرغم يعني قبلها من يقبلها ويرفضها من يرفضها لا شأن لنا، نحن دعاة سلام وسنظل كذلك، لن يسنينا الآخر عن تمسكنا بالسلام. أملنا في المبادرة لن يكون حقيقي ما لم تدعمها قوة في الطرح وفي الممارسة اليومية. أما أننا نطرح أفكار جديدة، يعني البعض كان يطالب بسحب المبادرة العربية طالما أن إسرائيل لا تعتد بها ولا تكترث لها لنسحب المبادرة العربية، ولكن تمسك العرب بها ربما لهم أسبابهم الوجيهة. طبعا المبادرة للسلام العربية هي قبول بفكرة وجود إسرائيل ضمن الكيان ضمن الإطار الجغرافي، ولكن مقابل شرط الانسحاب وشرط تقديم الشأن الفلسطيني باستحقاقاته الكاملة ومن خلال تفاوض. هذا الطرح حضاري متقدم يستطيع أن يتفهمه الغربيون ويستطيع أن يتقبله أيضا العرب العاديون. إنما العرب من أصحاب الأجندات الأيديولوجية المتشددة شوية، أو الإسرائيليين والصهاينة المتشددين، أو الأمريكان اللي لا يتعاطفوا مع نفس ما يتعاطف من أجله الغربيون في أوروبا، هيجدوا لنفسهم حجة إن احنا دي قدمنا سلام وقدمنا استعداد للسلام قبل أن نتلقى حقوقنا التاريخية. هي المسألة مسألة احتياج إلى تفعيل، احتياج إلى آليات لتفعيل ما قدم من أفكار في المبادرة. ماذا يسبق، يعني ما هي الأولوية في الفعل؟ اثنين، من الذي يرعى عملية السلام؟ وده النقطة اللي لازم نتكلم عليها وإحنا بنستعد لقمة الرياض القادمة. هل طرف واحد هو أمريكا يجوز له أن يظل راعيا وحيدا للسلام العربي الإسرائيلي أو لعملية التسوية السياسية، ولا ينبغي فتح الفرصة أمام تعدد الأطراف الدولية الضالعة في عملية الرعاية؟ ما هو السيد الرئيس محمود عباس سعادة السفير طرح أن تكون هناك آلية متعددة الأطراف ودعم العرب هذا صحيح التوجه. صحيح، وأعتقد هو ده اللي هينتهي إليه اجتماع الجامعة العربية في قمة الرياض القادمة، هو البحث عن أفضل الأشكال لإيجاد هذه الآلية متعددة، آلية دولية متعددة الأطراف تقوم برعاية عادلة وفاعلة لعملية السلام. مش بالضرورة نستبعد منها الوسيط السابق أو الراعي السابق الأمريكي، لأن أمريكا شئنا أم أبينا هي موجودة جزء من المشكلة، فلا بد أن تكون أيضا موجودة مهما تطور موقفها مؤخرا وأصبح فادحا وأصبح غير محايد، فلا بد من إيجاد الآلية. قد نتفق النهاردة في جلستنا المصغرة دي على
الأطراف المرشحين لمثل هذه الآلية الدولية، هل نكتفي بالآلية الرباعية بالرباعية الدولية أم نضيف إليها الصين أيضا؟ هل نسعى من دلوقتي لاستطلاع الآراء الأوروبية والأمريكية والصينية حول تشكيل هذه الآلية الجديدة والترمز اوف ريفرنس بتاعتها، شروط ومرجعياتها الأساسية؟ هل عندنا أفكار جديدة استجدت فيما بعد قرار ترامب الخطير بشأن نقل السفارة والاعتراف؟ حدد تاريخ كمان النقل يعني. في مايو يعني هذا شهر النكبة. هذا قرار الخطير، نكبة أخرى. هذا قرار الخطير لابد لنا من التفاعل معه منذ بدايته يعني، وأعتقد أن هناك اتصالات تمت حتى الآن لاستطلاع أفق الرعاية المتوازنة لعملية التسوية في الفترة القادمة حتى يصدر بها قرار من القمة العربية القادمة. نتائج هذه الاتصالات هو ما يقدمه وزراء الخارجية في اجتماعهم الذي يسبق اجتماعات القمة إن شاء الله. وكان هناك أيضا حراك في مصر في الأيام الأخيرة، سعادة السفير ولي العهد السعودي كان موجود بالقاهرة، وفي نفس التوقيت اتصل ترامب بالرئيس المصري. يعني يبدو أن هناك شيء ما يصنع حاليا قبيل القمة العربية ومع الجهود التي تقوم بها الدولة الفلسطينية من يعني لقاءات ومباحثات وجولات من أجل تحجيم ما تقوم به الإدارة الأمريكية حيال القدس. هل استشفيت شيء من هذا الحراك وهذا هذه الاتصالات؟ طبعا أحد عناصر الزيارة المتوقعة زيارة سمو ولي عهد السعودية للقاهرة لمصر يعني البحث في مستقبل الأوضاع الإقليمية في المنطقة وعلى أساسها عملية قضية السلام والتسوية في بين في إطار الصراع العربي الإسرائيلي. ولكن أيضا الاتصال اللي تم بين الرئيس ترامب والرئيس السيسي رغم أنه يعني لم نسمع عن أي شيء بتفاصيله، أتوقع أن يكون متصلا بالأزمة الحالية ما بين الرباعي العربي وما بين دولة قطر، ويمكن تفهم يعني أو استشفاف أن الرئيس ترامب بيفسد الرئيس السيسي حينفرد بممثلي الثلاث دول الأول ثم يجلس معه في حاجة لاحقة، أو أنه يرتب له أيضا لقاء في نفس الظروف حتى يتم تسوية هذا الخلاف القطري الرباعي مع الرباعي العربي. أنا طبعا يهمني أيضا أن ترامب بيفكر مش بس في تسوية القضية الفلسطينية، هو عايز يستغل هذا الجدل السياسي الدائر في منطقتنا للاستفادة بعنصر يسانده في فكره ضد إيران. أستاذ عاطفي، ربما سعادة السفير تحدث عن تسوية أمريكية للصراع، والبعض يرى أن ما تقوم به الإدارة الأمريكية هو محاولة منها لتصفية القضية الفلسطينية. في ظل هذا الفكر الأمريكي وما يحيط بالعرب أيضا من مشكلات داخلية وخارجية، هل يعني يمتلك العرب الإرادة للوقوف بالفعل ضد توجهات الإدارة الأمريكية ومنعها حتى من تحقيق ما ترمي إليه في منتصف مايو أيار القادم؟ ويعني مش عيب إن احنا نطرح مبادرات، لكن زي ما تفضل سعادة السفير لازم أن يبقى أمتلك أدوات الضغط والتفعيل لهذه المبادرة، وليس شرطا أن تكون القوى المسلحة. يعني بالمناسبة مش مطلوب الناس تشن حروب وجيوش وخلافه، رغم أن احنا أكبر في مليون وسيلة. رغم أن احنا أكبر مشترين للسلاح في العالم، بس ده قصة تانية يعني. بس هي ليه أدواتي؟ لكن حينما يستشعر الطرف الآخر اللي أنا بتصارع معاه أن أنا مش ثابت عند نقطة، في نقطة في علم السياسة كده وفي علم الصراع يعني أدوات الصراع، أن أنا حينما لا أمتلك أن أحدث تقدم، لكن حينما أثبت عند نقطة في موقع معين ولا أتراجع عنه فهذه من عوامل القوة. لكن لما نيجي نفسر بعض الأطراف الموقف العربي في مجمله بجد أن في مش ثبات عند نقطة، مش قادر أتقدم، لكن أنا بالعكس أنا بتراجع. ولذلك فكرة تقديم يعني عشان بس نبقى الأمور واضحة، قمة المغرب التي اعتذرت عنها المغرب باستضافتها القمة الماضية وعقدت في موريتانيا كان مطروحا أن تعديل المبادرة العربية أن يبقى السلام الإقليمي ونبقى حلوين كويسين وبعدين يجي يتحل مشكلة فلسطين. وكان الموقف القيادة الفلسطينية الذي طرح في المؤتمر العام المؤتمر السابع لحركة فتح إصرار،
وهو ما أكد عليه القيادة الفلسطينية في أنه لا زحزحة عن أن المبادرة كما وضعت وكما أقرت في قمة بيروت من الألف للياء، يعني الأرض مقابل السلام، هذا هو الموقف. لكن الحادث في القصة عندنا احنا مش ثابتين عند نقطة، ده احنا سرعانا ما نبدأ نحسن ونتنازل فيبدأ الطرف الآخر يعني يتقدم علينا. المطلوب عشان بس من غير مزايدة ومن غير أي حاجة من القمة العربية القادمة، واضح الدرس أن ما طرحه السيد الرئيس أبو مازن في مجلس الأمن مؤخرا وهو لا يخرج عن روح المبادرة العربية، ولكن دخل في تفاصيلها في موضوع الراعي للسلام وأن احتكار أمريكا للمسألة، أمريكا لم تعد طرفا في التسوية لأنها هي طرف في الصراع أصلا. ليه؟ لأن أنا لما أجد التطابق بين الخطاب الأمريكي والخطاب الإسرائيلي، آخرها بالمناسبة يعني بتكلموني عن اتصال ترامب بالرئيس السيسي، تمام، اسمعوا الكلام اللي قاله ترامب ونتنياهو، هما الاثنين في زيارة اثناء نتنياهو، قالوا ايه؟ نتنياهو صرح تصريح كامل لقد تم إزاحة القدس، قضية القدس، من عن طاولة المفاوضات، ومن ثم أصبح طريق السلام مفتوحا، كما لو كانت القدس يعني تمسك الفلسطيني. يعني نتنياهو يقول ما يقول، لا استاذ عاطف، يعني ده ترامب، يعني لا زي ما سعاد صفي يقول اللي يقول، انا مش مختلف، ومن ثم مطلوب يقول اللي يقول، مطلوب على القمه العربيه القادمه. ليه بقى؟ لان علينا ان ننفي، ما في مسؤوليه ملقاه على القاده العرب الان في القمه القادمه، وهي قمه فيصليه، ان احنا لدينا خلاف مع ايران وهذا امر طبيعي ونسلم به، ونعتبر ان هناك ممارسات ايرانيه تهدد كثير من البلدان العربيه وده، لكن في علم الصراع اننا اذا غاب مشروع، ان الجغرافيا السياسيه لا تعرف الفراغ، اذا انا اخليت موقعي سرعان ما ياتي من يشغل هذا المكان. احنا غيبنا المشروع العربي فجاءت مشروعات اقليميه، التفريس ايران والتتريك تركيا تسعى، وفي القلب المشروع الصهيوني في قلب المنطقة العربية. على القمة العربية القادمة أن لا يعني إيه ما تتدحرجش في فكرة استغلالها واستثمار، زي ما تفضل سعادة السفير، توظيف الدول العربية في المخطط الأمريكي لخلافه مع إيران. خلاف أمريكا مع إيران غير خلاف نحن مع إيران، هذا الأمر، لأن فكرة استبدال الصراع العربي الصهيوني بأي صراع آخر، صراع مذهبي وهو شيعي وسني، لان عندما نقول ايران والدول العربيه، ولما يقف نتنياهو هنا مطلوب ان نمارس على الارض بالقول والفعل ما ينفي عنا ما يردده نتنياهو في منتدى السلام في ميونخ، قال احنا في اصطفاف عربي معنا في مواجهه ايران، والان بجوار من خلال لحظات او ساعات مع ترامب في امريكا خلال زيارته لامريكا، قال احنا معنا الدول العربية، معنا الدول العربية في صراعنا. هو يقصد الواقعة يا أستاذ عاطف، أنا لا أعير أنا يعني نتنياهو ولا تصريحاته أي شيء، يعني دعنا لا نضع بعض الفتن. ومن ثم احنا لدينا خطاب فلسطيني، يعني عاوز أذكر يعني العرب ما زالوا يقولون فلسطين أولا. أنا بس عشان أنا احترامي على عيني وعلى راسي، بس لما نيجي نبص في خطاب فلسطيني وخطاب أبو مازن الأخير، معناها بيقول لهم احنا خلاص احنا قدمنا آخر ما عندنا، وهو بيخاطب العالم بيقول لهم احنا عاوزين من يحمي الشعب الفلسطيني، واحنا دي آخر حاجة انتوا، ولذلك لما بيقول لهم انتوا هتعترفوا بينا ولا مش هتعترفوا بينا، انتوا اعترفتوا بإسرائيل غير شرعي وغير مكتمل إلا إذا اعترفتوا بفلسطين. فمطلوب من القمة العربية القادمة الاحتضان المبادرة التي طرحت في مجلس الأمن التي لا تخرج عن روح المبادرة العربية، ودعم الوجود الفلسطيني بكل أنواعه داخل الأراضي، وتحقيقا لنا تحقيق الكلام اللي قاله الرئيس أبو مازن سواء في كل فعالياته وآخرها لسه قايله، وهو أننا لن نرتكب أخطاء 48 ولا 67 وهي مغادرة الأرض، سنبقى في الأرض. هنا وتوسيع دائرة المنخرطين في رعاية عملية التسوية، بالزبط. يعني إلى جانب توصيل حضرتك لازم يعني يبقى لابد يعني من إضافة، يعني أعتقد أنه من البديهي سعادة السفير أن يتبنى العرب المبادئ التي تحدث عنها السيد الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير في مجلس الأمن، ونحن رأينا يعني كم التصفيق الذي تم، ربما من النوادر أن يحدث ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن، ولكن
الرئيس وضع نقاطا محددة لطريقة التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل عادل. هو سؤال، يعني إذا كانت أمريكا ونحن يعني مضطرين لوجودها داخل المجموعة العمل المشتركة أو الآلية المشتركة للتعامل مع القضية الفلسطينية، هل ستخرب أمريكا أم تعزل داخل مجموعة الاتصال هذه؟ توازنات القوة ما بين الأطراف المختلفة في هذه الآلية المبتغاة هي اللي هتضمن عدم سيطرة الفكر الأمريكي أو عدم سيادة الدعم الأمريكي الخالص لإسرائيل على بقية المسارات. وأعتقد أنه وجود الاتحاد الأوروبي بتوازناته المعروفة إلى جانب الوجود الروسي في الآلية في الرباعي الدولي، إلى جانب ما قد يسفر عنه محاولات العرب ضم الصين، لأن الصين لها وزن مهم جدا دلوقتي، عملاق اقتصادي كمان، عملاق اقتصادي، وإلى جانب مواقفها المبدئية الطيبة تجاه القضايا الفلسطينية بالذات. والاتحاد الأوروبي، دعينا لا نغفل أن هناك توازنات داخل المواقف الأوروبية تضمن له قدرا أكبر من الفاعلية في العمل بأكثر مما يعني يتوافر لدى الأمريكان، أو يتوافر بافتراض أن الروس معانا إيجابية، يعني مواقفهم إيجابية كاملة. الاتحاد الأوروبي وتوازناته الداخلية بتضمن الفاعلية أكثر لمواقف. وأظن أن احنا مقدمين على قرار إن شاء الله يجري صياغته حاليا بمعرفة المندوبين الدائمين ووزارات الخارجية العربية حول الدعوة إلى إيجاد الآلية المتعددة للأطراف اللي عبر عنها كثير من العواصم العربية والمسؤولين العرب. هو الرئيس أبو مازن قالها بوضوح كامل من منطلق فلسطيني في مجلس الأمن، ولكنه كان يعكس أيضا ما استشعره لدى العواصم العربية المختلفة تجاه قرار ترامب المنفرد والجريء بخصوص القدس. وبالتالي هو ده المسعى الدولي القادم، واللي الجامعة العربية ينبغي أن يعني تتحرك يعني نحوه وتحضر له وتشوف تفاصيله الإجرائية. في تفاصيل إجرائية محتاجينها. هل يسبق هذه الآلية مؤتمر دولي للسلام يسفر؟ وهذا ما نادى به أيضا السيد الرئيس، يعني نادى بمؤتمر دولي للسلام على غرار مؤتمر فرنسا ونابلس يعني وغيرها. هو في أفكار لطرح مؤتمر دولي للسلام، هناك أفكار عن لجنة خبراء تسبق انعقاد الآلية الجديدة دي، يحضروا الأذهان بشأن تفاصيل ما يعرض المبادرات المحددة. هل فكرة مبادرة السلام العربية ولا فكرة الحل الإقليمي اللي طرحها نتنياهو يبغي البدء بتسوية بخلق سلام إقليمي بإضافة أطراف عربية معترفة به ضمن المنظومة العربية، يعني منهم أشار إلى السعودية وأشار إلى الإمارات العربية بالتحديد، وبعضهم بعض القوى الصهيونية تريد طرف مغاربي أيضا موجود في هذا العمل. أعتقد أنه في داينامكس، في ديناميات للحركة نستطيع أن نتصور أنها نخرج منها بشيء يعني مهم، ولكن علينا الحذر وعلينا دايما إسناد الأمور إلى أهلها من المتخصصين ومن المخلصين للشأن الفلسطيني ولقضية السلام والاستقرار بصفة عامة. نعم أستاذ عاطف، يعني نحن على أعتاب قمة عربية ومجلس الأمن ينعقد في سبتمبر أيلول أيضا، هل يعني نستطيع في تلك الفترة ونحن حتى لا نجري في نفس المكان خلق مناخ جديد للتعامل والتعاطي مع القضية الفلسطينية، وترامب على وشك إعلان صفقته والشكل التعامل الجديد مع الصراع العربي الإسرائيلي؟ هو طبعا بالمناسبة أنا مش بجيب كلام من عندي، المجلس الثوري لحركة فتح اجتمع لسه منذ أيام أو منذ يعني الفترة وجيزة مؤخرا، وناقش السيد صائب عريقات عرض ما لديه من تفاصيل حول ما يسمى بصفعة القرن. من أوراق صفعة نعم، وهكذا يعني يسميها أيضا السيد الرئيس. نعم السيد الرئيس سماها، وهي فعلا بهذا الكلام ده عرضها. وأكد المجلس الثوري رفضه التام ليها، وفي محاولة لدعوة المجلس الوطني الفلسطيني
لاتخاذ قرار في مثل هذه المواجهة حتى يكون قرار عموم الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. بالمناسبة أنا مش مطلوب من النباب فقط محفي قوة عربية ودور عربي محسوب على الشعب الفلسطيني دون تفعيل، فلذلك محمل بعبئه دون تفعيل على الواقع. هو مطلوب فقط أن يكون هناك حاضن عربي حقيقي ورافع عربي لما تقوم به الدبلوماسية والدور الفلسطيني في السلام. يعني حتى في مسألة المقاومة، قال المقاومة الشعبية، المقاومة الشعبية وهو ضد فكرة استخدام السلاح وضد عسكرة الانتفاضات وخلافه، لأننا نواجه ترسانة. وأنا يعني في هذه اللحظات يعني لا يجوز أن نتكلم عن الدور الفلسطيني وأن نخاطب الدور العربي دون أن نشير إلى أيقونة فلسطين وأيقونة العرب عهد التميمي التي صفعت الاحتلال وركلته بقدمها الصغير فلم يتحملها الاحتلال، فلم يتحملها الاحتلال. هي نموذج من آلاف النماذج الموجودة على الأرض. هو أستاذ أن يكون هناك يعني هذا أيضا ما حذر منه ولفت إليه النظر السيد الرئيس محمود عباس عندما تحدث في المؤتمر الدولي للأزهر وقال هل تريدون جرنا للإرهاب، هل تريدون جرنا للعنف، لن نفعل ذلك. لا بالعكس، نعم بكل تأكيد. يعني طفلة بإيدها وكفها يعني. لكن هو قلت يعني النماذج المشاركة في فلسطين 138 دولة يصوتوا لصالح دولة فلسطين عضوا، 127 دولة يصوتوا في الجمعية العامة ضد قرار ترامب، مجلس الأمن كاملا يصوت ضد قرار ترامب وأمريكا تستخدم الفيتو. زيارة السيد الرئيس لأوروبا أخيرا والاتحاد الأوروبي، كان في مشكلة في الاتحاد الأوروبي فكرة قرار أن يبقى قرار جماعي بالاعتراف بدولة فلسطين ولا، فأخيرا وصلوا إلى حل وسط أن هو يتركوا المبادرة لكل دولة تعلن بذاتها. تمام، يعني في تحرك، واجتمع مع سفراء في 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 الاتحاد الاوروبي سفراء كل الدول الاوروبيه، وفرنسا بتطرح مبادره، بتاخد مبادره فكره التحرك الدولي يعني هيئه ويعني اليه دوليه يمكن ان تدير او تتعامل مع القضيه بعيدا عن احتكار امريكا لهذا الدور بعد ممارسات امريكا. تمام، مطلوب فقط أن تكون الحاضنة العربية والرافعة العربية للدور الفلسطيني حقيقية، بحيث نكمل ومحدش يبدأ من مربع صفر ولا نكون جهودا مشتتة، لكن يجب أن احنا عارفين هدفنا إيه ونجمع جهودنا كلها ونشوف الجهد الفلسطيني وصل لفين، ويبقى فيه لغة فكرة، مش هقول ثواب وعقاب، لا، على الأقل اللي بيحبني عكس اللي بيكرهني، فلازم أنا أتعامل بهذا المنطق. يعني جوتي مالا تجرأت وقررت أن ووجهت الشكر للرئيس ترامب الذي اتخذ هذا القرار. تمام، لو ما هو اضرب المربوط يخاف السايب، يعني فمعنى ذلك لو جوتي مالا حصل رد فعل عربي حقيقي في مواجهة جوتي مالا في قرارها الأخير، غيرها مش هيفكر. لكن ما هو ساعات بيبقى يعني في ناس تعمل جس نبض، مش يتعدد زي ما قالوا كده، زي ما قالوا ستنطبق السماء على الأرض حينما إذا لو اتخذ قرار ترامب. ترامب وغيره وأنصاره والصهاينة معاه قالوا اتخذ القرار ولم تنطبق السماء على الأرض، السماء في دورها في مكانها والأرض في مكانها. لكن الغضب الفلسطيني الذي يقدم كل يوم وعلى مدى 13 أو أكثر من 13 جمعة، جمعات الغضب في داخل الأراضي الفلسطينية وبتقدم تضحيات، هذا الأمر يحتاج. وأنا عاوز أذكر الآن جامعة الدول العربية والقمة العربية بما أعلنه المرحوم فيصل الحسيني لما قال اشتري زمنا في القدس. بكل تأكيد يعني لن نترك الفلسطينيين ونقول إنهم يستطيعون وأنهم بالفعل هم بالفعل، ولكن محسوبين عليهم الموضوع. يا إما نفعل قوم عربي سعادة السفير، يعني وأنت يعني كنت في مطبخ صنع القرارات بالجامعة العربية، ما الذي ينقص العرب من إرادة حتى يفعلوا قراراتهم؟ يعني لا أفهم لماذا لا تذهب يعني الأموال التي يتم الوعد بها لصناديق القدس، يعني وهذا أبسط الأمور وهذا أضعف الإيمان. هو في بيجري يا فندم، في بيجري تحويل وفي بيجري تنظيم هذه الصناديق. لا يتم الوفاء يا سعادة السفير، لا يتم الوفاء، نعم لا يتم الوفاء. يعني عندما تحدث أستاذ عاطف مغوري، وسأترك لك المجال، عن مسألة جواتيمالا، يعني أنا لم أفهم، لم يتم استدعاء سفير أمريكي في أي دولة عربية بعد قرار ترامب الأول، مجرد جواتيمالا هناك طلب عربي من الجامعة العربية بأن تتراجع جواتيمالا عن قرارها، لم تتراجع. ما أصل ما فيش لوبي، ما تمش لوبي كافي، واللوبي لا يعني مجرد إطلاق ألفاظ،
اللوبي يعني التحرك نحو المصالح الحقيقية الحاكمة للشعب الغواتيمالي. وهناك 8 دول أخرى يعني امتنعت عن التصويت، ودول تغيبت عن التصويت، وأنا حصرتهم الكل 23 دولة. كان ينبغي منذ اليوم الأول لجامعة الدول العربية على مستوياتها المختلفة، المندوبين أو الوزراء، أنهم يوجدوا ترتيب عملي لمواجهة للتعامل مع هذه الدول المحتمل انتقالها إلى نفس الموقف الأمريكي أو التي وقفت أوريدي كالموقف الأمريكي. ده في دول يعني مايكروزمية كده صغيرة مهما كان، حتى غواتيمالا غواتيمالا يعني وأطراف أخرى وأطراف أخرى كبيرة، كان ينبغي لنا التحرك عليها، التحرك معها وعليها، بعضهم بالمصالح التجارية وبعضهم بمصالح الاستثمار وبعضهم بأفكار الإغراءات التي يمكن أن تقدميها لهم في الحياة العربية. ما هو ده سؤالي يا سعادة السفير، يعني إذا كنا لا نستطيع أن نقف أمام الإدارة الأمريكية، لا نستطيع أن نقف أمام غواتيمالا؟ لا أنا أستطيع، ولكن للأسف الإرادة السياسية ساعتها ما شافتش أن يتعمل ترتيب وآلية خاصة عملية للتعامل مع هذه الحالات. كان إحنا عندنا ما يسمى بالحوار العربي مع دول أمريكا اللاتينية، ده حوار تقليدي بيعتاد العمل عليه بطريقة شكلية جدا، يعني نكتفي فيه بشوية الكوزماتيكس أو الجماليات والشكليات واللقاءات، وأحيانا أبيات شعر وأحيانا فيلم أو بتاع. إنما العمل من أجل تغيير مواقف دبلوماسية محتملة لدى دولة معينة بناء على معلومات أكيدة، عايز أكتر من كده، عايز رجال أعمال يتحركوا وبخطة معينة، رجل أعمال من موريتانيا مع السعودية مع قطر مع مصر مع السودان، ورجال فكر ورجال علم ومؤسسات طبية واحتياجات الشعب اللي احنا بنخاطبه، يعني احتياجاته ايه، تحرجي حكومته ازاي لو هي أقرت هذا المسار. لابد أن يكون لدينا سيناريوهات للتحرك وبدائل للتحرك يعملها متخصصون. أنا أؤمن جدا بفكرة الحملات الدبلوماسية، ينبغي أن يعني يتصدى لها دبلوماسيون وإخصائيون في التواصل مع الأطراف الأجنبية شعبية أو حكومية أو مؤسسات عامة. أنا للأسف ما شفتش هذا في أداء الجامعة العربية عندما صدر قرار ترامب. حصرنا صحيح وصنفنا البيانات المواقف الدولية وقلنا كم منها أفريقي كم منها أمريكي كم منها أمريكا جنوبية وبتاع، إنما فين الحملات اللي صاحبت هذا الحصر أو لحقت عليه بطريقة منظمة وبطريقة فيها معايير للقياس، نجحنا ولا ما نجحناش، حركنا شيء ولا أوقفنا شيء، أثرنا عندهم مخاوف ولا أثرنا عندهم إغراءات يعني آمال إذا ما هم غيروا مواقف. أنا بس اسمحي لي قبل ما أنسى ملاحظات، يعني في مداخلة الدكتور عاطف السابقة أشار إلى حاضنة عربية مطلوبة لعملية السلام في الفترة الجاية، وإحنا بنتكلم على الآلية الدولية متعددة الأطراف. الأستاذ عاطف أشار إلى ضرورة إيجاد حاضنة عربية، هل يقصد حاضنة من نوع أضيق شوية من جامعة الدول العربية؟ هل مجموعة رعاة عرب لعملية التسوية أو الدول الفاعلين في المشروع الفلسطيني أو في القضية الفلسطينية؟ لا، هو هو حاضنة أو رافعة، المصطلح رافعة للدور الفلسطيني الذي يتم على. بالمناسبة بعض الناس يقول لك القضية الفلسطينية في تراجع، بالمناسبة نحن أكثر ناس حديثا العرب مننا حتى في الحقل السياسي حديثا عن تراجع القضية الفلسطينية، لكن أنا بفسره نحن نبرر عجزنا في فعل أي شيء لصالح القضية الفلسطينية، فنقول القضية الفلسطينية تتراجع نتيجة الانقسام، نتيجة الربيع العربي، نتيجة الاقتتال والاحتلال. في تأثير في تأثير، لكن لما نقيس النتائج على الأرض في ظل الفترة التي نتكلم عنها أنها القضية الفلسطينية بتتراجع، تحقق القضية الفلسطينية تقدم على مستوى العالم قياسا من 2012 قرار الجمعية العمومية الجمعية العامة للأمم المتحدة، 138 دولة يصوتون ويرفع علم فلسطين، وأيضا بالتسلسل. بالمناسبة احنا عندنا إشكالية عربية في نحن لا نحافظ على أصدقائنا، بل بالعكس احترفنا ان احنا نخسر أصدقائنا. انا هقول حاجة واقعة بمناسبة قرار السويد في الاعتراف بدولة فلسطين والبيان الرائع الذي صدر عن دولة فلسطين عن دولة السويد في الاعتراف. احنا شكلنا وفد وذهبنا إلى سفارة السويد
ومعانا مجموعه من الشباب كحزب بلافته ووقفوا قدام السفاره. شكرا. وقلنا ان اعتراف السويد بدوله فلسطين صرخه احياء لضمير العالم. وطلعت السفيره مشكوره استقبلت وسلمت على الشباب واستقبلت الوفد في جلسه استمرت ساعتين زمن. الكل عضو في الوفد اتكلم وهي اتكلمت بمعنى حتى لدرجة ان احنا اشرنا الى جائزة نوبل التي تنتسب الى السويد وكيف جائزة السلام. فكل هذه المعاني نحن نحتاج ان احنا ازاي زي ما قال سعادة السفير نقدر نصنف ال 138 دولة دول كانوا محتاجين ان احنا فكرة التواصل معاهم. هناك دبلوماسية قرع الأبواب يا سعادة السفير، قرع الأبواب يعني عندما إحدى المقاطعات في فرنسا تعترف وتطالب بالاعتراف بدولة فلسطين لتجبر فرنسا على الاعتراف بذلك يعني إعمالا للقانون الدولي، لماذا لا يتم سفر بالفعل في طواف قرع الأبواب لكل البرلمانات لا نخاطب البرلمانات العربية؟ تصويت عدد من برلمانات أوروبا لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية صحيح التصويت غير ملزم للحكومات، مش مهم، خطوة مهمة، لكن خطوات مهمة بالزبط. ويجب ان احنا زي ما تفضلت فكرة ترك الأبواب، يعني اقول لحضرتك تشكلت لجنة، ولذلك انا مش مع التضييق بالمناسبة، اللجنة الرباعية الخاصة بالتعامل مع القضايا في داخل، في رباعية عالمية وفي رباعية عربية بالمناسبة، لكن ماذا فعلت وماذا قدمت؟ لكن علينا ان احنا زي ما بقول احنا عايزين ايه ونحدد هدفنا، وفكرة الاستشعار بالخطر، وما نقولش ان المسألة ان الصراع صهيوني او اسرائيلي فلسطيني، لا يا اخوانا يا اخوانا ارجوكم العالم العربي، بداية جمع الدول العربية كان استشعارا لخطر، خطر ما جاء بعد 48، ولا وجود ولا دور ولا قيمة لجمع الدول العربية إلا في قضية فلسطين وقضية الصراع، حتى على مستوى العالم في سوق العربية المشتركة والدفاع العربي المشترك، كل ده كله كلام حبر على ورق، لكن الدور الوحيد اللي الجماهير بتنتظره من جامعة الدول العربية ومن القمة العربية هو كيفية أن يكون هناك رافعة عربية حقيقية للدور الفلسطيني، لا نكون عبئاً، لأن إسرائيل لما تتعامل مع الفلسطينيين والدليل على ذلك يقول لك إيه، إحنا عايزين تطبيع مع كل العالم العربي. أنا ضد الربط ما بين إقامة علاقات أو تطبيع مع إسرائيل ما بين الدول العربية أو إسلامية كما كان قرار القمة الإسلامية وما بين الحق الفلسطيني. الحق الفلسطيني حق، بمعنى هو احتلال ولا مش احتلال، والاحتلال ده له وقت يزول. نسأل سؤال، إسرائيل بتقيم جدار الفصل العنصري الذي صدرت به توصية من محكمة لاهاي في 2004، ماذا استخدمناه؟ طيب إسرائيل بتقيم جدار فصل عنصري ليه؟ عشان تفصل بينه ومين مين، يعني معناها أن في شعب وفي شعب، في شعب وفي شعب. طيب بيقولوا الأكراد يعملوا استفتاء، في تيمور في أندونيسيا يعملوا استفتاء، جنوب السودان يعمل استفتاء. طيب يا أخوانا أليس هناك حل الوضع في داخل فلسطين؟ استمرار الممارسات الإسرائيلية وبكل الوسائل، تقرير ريما خلف المسؤولة عن غرب آسيا في اللجنة الاقتصادية في غرب آسيا للأمم المتحدة، أجبرت على الاستقالة لأنها رفضت أن تعدل التقرير الذي وصف إسرائيل بأنها الأبرتايد. ومانديلا قبل رحيله يعني الله يرحمه لأنه هو راجل يعني يستحق الرحمة والترحم عليه، قال لا، يعني عندما تم إنهاء حكم الفصل العنصري في جنوب أفريقيا قال لن تكتمل سعادتنا إلا إذا اكتملت حقوق الشعب الفلسطيني. تقارير في وقائع بتقول إن دي قرار الجمعية العامة المتحدة باعتبار الصهيونية حركة عنصرية الذي تم إلغاؤه مع بداية التسعينيات بعد مؤتمر مدريد بدعوة إن ده يسهل التسوية يسهل الحل، وصوتت بعض الدول العربية للأسف الشديد في إلغاء قرار المساواة ما بين الصهيونية والعنصرية واتلغى قرار الجمعية العامة المتحدة. وبعدين نحسب حساباتنا نشوف أدائنا في السبعينيات مواقفنا إيه، ده الأمم المتحدة الناس في دول اعترفت بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وإحنا عانينا في العالم العربي عشان ناخد القرار دول عشان القرار ده يصدر. أنا كنت في وفد مصر في نيويورك ساعتها وحصل احتفال كبير جدا بيوم اصدار القرار بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية مراقب من حاسبة مراقب، واعتقد انه احنا كنا بنعاني في بلادنا العربية زي ما الاستاذ عاطف، هل منظمة التحرير هل حركة فتح هل، يعني كانت تساؤلات العربية
مخيفة، لأن يعني كانت ساعتها الدول كلها عندها إقبال على فكرة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كمؤسس شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. وتطورت الأمور بعد كده بقى، الجمع ما بين الربط ما بين العنصرية والصهيونية في قرار لاحق. دي كانت أيام المجد الدبلوماسي للأطراف العربية الفاعلة في السبعينيات، حققت للطرف الفلسطيني بالأطراف الفلسطينية نفسها. السيد زهد الطرزي الله يرحمه كان هو عمل اختراقات مهمة جدا في مواقف كثير من الأطراف الآسيوية. المجد الدبلوماسي رأيناه أيضا العربي ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا القرار الذي خرج عن رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار ترامب. ولكن هل تعتبر أن كان قرار العرب الرافض لما قام به الرئيس الأمريكي رفضا منقوصا سعادة السفير؟ يعني العرب جميعهم اجتمعوا، يعني ربما يختلفون في كثير من الأمور ولكن اجتمعوا على رفضهم لهذا القرار الخاص بنقل السفارة إلى القدس. هل كان قرارا يعني منقوصا؟ كان لابد له أن يعني يليه قرارات أخرى تخيف أو تردع الإدارة الأمريكية؟ أنا قلت لحضرتك كان رد الفعل المتوقع من أول اجتماع يعقد في إطار الجامعة العربية رفض القرار، واعتباره بداية تراجع من الدور المحايا أو دور الراعي الأمريكي لعملية التسوية، وانتقاله إلى دور يعني مرتبط بالموقف الإسرائيلي ارتباطا متماهيا تماما. فكان لابد أيضا أن يعقبها، ودعوة الدول العربية إلى تنسيق التحرك مع الأطراف الأخرى داخل المجتمع الأمريكي لبيان خطورة هذا القرار على المصالح الأمريكية نفسها ولدى الأطراف الأجنبية. هل يعني نقول لهم إنه يعني من الخطر على المصالح الاقتصادية أم نهدد المصالح الاقتصادية؟ ما هو لازم عشان تبقي واقعي يعني بتتعاملي دبلوماسيا في الإطار السياسي المعقول بتقدمي رسائلك بطريقة تدريجية في ذهنك. هو يعني هو ترامب كان قدم قراره بطريقة تصاعدية؟ لا، هو كان معلن في محامته الانتخابيه قايلها مصدقه، يعني لا كل رؤساء امريكا بيعلنوا ده في حملاتهم الانتخابيه. القرار متخذ 95 بالمناسبه، ولكن هو نفذ قرار الكم. نعم ولكن كان يتم تاجيله، هو يعني هو اول يعني احنا ما استغلناش يعني حتى قال انه اوفى بعهده ولم يكن وحتى الان هو ده احد عناصر قوته هناك في الداخل. انا استاذن سعاده السفير، بس القرار بتاع نقل السفاره ده من 95 من الكونجرس الامريكي. هل هنا بقى الفكرة الرافعة العربية للجهد الفلسطيني في مواجهة، ماذا فعلنا نحن طوال هذه السنوات لنغير القرار في الكونجرس الأمريكي في الأصل؟ يبقى مش مطروح، مش ورق الضغط على الرئيس الأمريكي فيما بعد يفعله ولا ما يفعلوش. حتى لا نبكي على اللبن المسكوب يعني. وسؤالي الأخير لسعادة السفير، ماذا بعد في الشأن العربي ولا الشأن الفلسطيني؟ لا أكيد فلسطين، احنا بنتحدث عن قضية فلسطين بمناسبة انعقاد القمة العربية بالضبط. نعم. وإشارتنا إلى أن الجامعة العربية عندها آليات يمكن تفعيلها بسهولة وآليات معطلة من مش معروفة الأسباب، وعندنا يعني كمان وهناك يعني في القضية الفلسطينية أشياء كثيرة أيضا. يعني لا ينبغي أن يعني ينسينا قرار ترامب أن هناك مشكلات حقيقية تواجه الوجود الفلسطيني. طبعا في داخل قضية المصالحات الداخلية الفلسطينية مطلوب الانتهاء منها بطريقة إيجابية ومثمرة. اثنين، مطلوب أيضا الاستيفاء الإجابة على التساؤلات التي تتردد مؤخرا حول إمكانية توسيع دائرة الإشراف على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس لإدخال بعض أطراف عربية أخرى غير الأردن لتتولى هذه المهمة. ده موضوع مهم وجاري التباحث حوله. هل ده يقدم لفكرة ترامب وفكرة الإسرائيليين بتوسيع دائرة العمل الإقليمي لبدء سلام إقليمي أولا قبل حل القضية ولا لا؟ اتنين، احنا عندنا في مستجدات الشأن الفلسطيني أشياء أخرى تستحق العمل. يعني مسألة الاستحقاقات دعم اللاجئين، الأنروا النهارده محتاجه، الأنروا محتاجه دعم مالي قوي في الفتره اللي جايه. اتنين، عنصر الخروج والدخول من غزه الحركه الى الخارج، وامام اعتبارات امنيه مصريه هم متفهمينها، الاخوه في فلسطين متفهمين بعض الاعتبارات اللي بتقدم لهم من رجال المصريين الاداره المصريه،
وبعضهم بيقول طيب في حالات إنسانية مستدعية استثناءات وبتاع، يعني دي قد يكون هناك رأي للجديد يطرح في هذا الشأن. فيما يتعلق بقى بالحضور الفلسطيني الشعبي والأهلي مع الأطراف الأجنبية، أنا كنت أحلم من زمان وأنا بكتب أبحاثي من في بدايات حياتي عن حضور فلسطيني متشعب له أبعاد ثقافية وأبعاد فنية وأبعاد رياضية. حضور النشاط الرياضي بالذات هو أحد المداخل الإيجابية للعمل الفلسطيني في الخارج، وأظن أنه البدايات كانت جادة ومهمة اللي حصلت، ولكن قد يكون هناك أفاق أرحب وأوسع نستطيع أن نتحمس لها وندفعهم إليها إن شاء الله. المرأة الفلسطينية حضورها واضح تماما، الشباب الفلسطيني ومنظماته حضورهم العلمي والمدني واضح، الأطفال يعني الأطفال يعني هي فلسطين نموذج، عهد التميمي هي النموذج يعني اللي كان، ومن هو أصغر من عهد التميمي أيضا يجابه ويناضل من أجل بقاء دولة فلسطين. سعادة السفير هاني خلاف شكرا جزيلا لك. عفوا فندم. شكرا أستاذ عاطف مغاوري. شكرا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة، وتبقى فلسطين حرة أبية، وتبقى القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى. دمتم بخير.